من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Today you have a very important composition test, and it's going to determine your speed with your nazirat. But alhamdulillah, we've managed to get through most of the dialogue with the Fatiha. And the Fatiha, as long as you have the Fatiha and you apply the Fatiha, you should be able to do it anywhere else. Okay, so don't worry about that. Yes, teacher. Yes, teacher. And you have your teacher to remind you and to help you, you know, guide you. Any teacher who is, you know, doing otherwise, I cannot speak for that teacher. The teacher I can speak for is the one during the test. They help, they guide, and they, you know, they're there for you on that matter. But the simple word kayfa, when you hear the term or the saying, when people meet each other, assalamu alaikum, kayfa al hal. How are you? Exactly. Kayfa, how? That's what kayfa means. Okay. So kayfa taktubu, how are you going to write this word? So, we said already, right? Whether it was going to be a maqatua or a mawsul, we said what haraka it was going to have, and we also said that the fa is going to be cutting off because it came at the end of the word. So all of this is said in this one word. So when you have kaf, mawsul, ma'a fatha, ya, موصول مع سكون ف مقطوع مع فتحة جاء في آخر كلمة لكن الفاء. So remember to use لكن. However, الفاء, the فاء من حروف الموصول, من حروف الموصول. So this is your new addition. This is also lesson 4, because we said it's 3 pages long. Mm-hmm. All right, so that means that you're adding now onto it. And how do you spell the lakin? كيف تكتب لكن? Arabic. Ayo, in Arabic. Yes, not in English. We don't need English anymore. We're trying to do away with the English. Honestly, nothing wrong, but when we are doing Quranic studies, Quranic culture, the Arabic is what's most preferred. It's the language of the Jannah. So, how? لكن لا موصول أو مقطوع. موصول. ما أي حركة. لا فتة. لا. ما فتة. لا. ما أي حركة. لا موصول ما أي حركة. لأن. أيوة. لام موصول مع كسرة, صح. وحرف بعد اللام, اكتب. لام موصول مع كسرة, اكتب. لام موصول مع كسرة, نام. وحرف بعد اللام همزة. ألف همزة. ألف وحمزة فوق الألف وحركة فوق الهمزة. مع فتحة. نعم صح, همزة مع فتحة. وحرف بعد الألف همزة. الهمزة والألف مقطوع أو موصول؟ مقطوع. مقطوع ومن حروف المقطوع أيضا. مقطوع ومن حروف المقطوع. ومن و من حروف المقطوع, مثل واو والدال والذال وراء وزال, صح. أي لغة الإنجليزية, نحن لا نحب اللغة الإنجليزية هنا. قد بدأنا المحفوظات واللغة العربية, نحب فقط أن تتكلمي, وأنت أيضا يا, يا, يا ولد حاول أن تتكلم اللغة العربية.
لا مشكلة فيها إن شاء الله. نعم، الحرف بعد ال وحرف بعد الألف وهمزة، ما الحرف بعد الألف؟ لا، لأن نون ما شاء الله مشدد، نون مشدد يعني نون مع شدة، مشدد. اكتب مشدد، اكتب النون مع شدة، هذا نسميها بمشدد، نون مشدد. نون مقطوع أو موصول؟ مقطوع. لماذا مقطوع؟ جاء، نعم، جاء في آخر كلمة. لكن كرر كررها، لكن لا، لكن من حروف موصول، لكن النون من حروف موصول. نعم، لأن وأيضا من، كيف تكتب من؟ ميم موصول أو مقطوع؟ موصول. ما أي حركة؟ مع كسرة. ارفع صوتك يا ولد، ارفع صوتك. مع كسرة. صح، نعم. وحرف بعد الميم؟ نون. مقطوع أو موصول؟ مقطوع. ما أي حركة؟ إذن هذه النون نون الساكن، هذه النون نون الساكن، لا تنسون النون الساكن. أحكام النون الساكن والتنوين أربعة، وهي الإقلاب والإظهار والإخفاء والإدغام. إذا جاء أي حرف بعد النون الساكن لازم نعلم هذه الحرف من أي حكم من أحكام النون الساكن والتنوين، لازم أو ضروري على كل حال. من ميم ساكن، هذا نسمي ميم سكون ميم ساكن، ميم سكون ميم ساكن. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. أيوة، الشرف في البسملة. أيوة، ابدأ الشرف البسملة. نعم، باء مع كسرة. موصول. سين مع سكون. سين السكون أو سين مع السكون الساكن. موصول. ميم مع كسرة. مقطوع. جاء في آخر الكلمة. صح، نعم، وكلمة بعد باسم الله. كيف تكتب الله؟
ألف واصل، مقطوع أو موصول؟ نعم. لام لام واصل ومقطوع أو موصول؟ موصول. الحرف بعد اللام لام مع أو لام مشدد مع فتح، نعم. موصول أو مقطوع؟ موصول. وحرف بعد اللام مشدد ها مع كسرة. مع كسرة. مقطوع. ولماذا مقطوع؟ جاء في آخر الكلمة. صح، نعم. والكلمة بعد الله أو اسم الله الأعظم؟ الرحمن. كيف تكتب الرحمن؟ ألف واصل، مقطوع، لام واصل، موصول، راء مع فتح وشد، راء مشدد مع فتحة، راء مشدد مع فتحة، مقطوع أو موصول؟ مقطوع. نعم، راء من حروف المقطوع. وحرف بعد الراء؟ حاء. حاء مع أي حركة؟ مع سكون. مع سكون، نعم. مقطوع أو موصول؟ موصول. نعم. وحرف بعد الحاء؟ ميم. موصول أو مقطوع؟ موصول. مع أي حركة؟ مع فتحة. وحرف بعد الميم؟ ألف صغيرة. مقطوع ومدود. نعم. وحرف بعد ألف صغيرة؟ نون. مقطوع أو موصول؟ مع أي حركة؟ مع كسرة. لماذا مقطوع؟ جاء في آخر كلمة، لكن النون من حروف الموصول. نعم. وما بعد ذلك؟ الرحيم. كيف تكتب الرحيم؟ ألف واصل، ألف واصل، مقطوع أو موصول؟ مقطوع. نعم. لام واصل، لام واصل، مقطوع. لام واصل أو موصول. موصول، نعم. راء مع شد وفتح، مع شد وفتحة أو مشدد، نعم. وحرف بعد الراء؟ والراء مقطوع، صح؟ مقطوع. مرة مقطوع، نعم. وحرف بعد الراء؟ حاء. حاء. موصول أو مقطوع؟ موصول. مع أي حركة؟ مع كسرة. نعم. حرف بعد الحاء؟ يا. موصول أو مقطوع؟ موصول. نعم. ومدود، نعم. رحيم. وحرف بعد الياء؟ ميم. مقطوع، مع كسرة، جاء في آخر الكلمة. ما شاء الله، فتبارك الله، الله يحفظك. قلي آمين. أيوة. قل هو الله أحد. أيوة. قاف. قاف. موصول. موصول. مع. مع. ضمة. ضمة، صح. لام. لام. مقطوع. مقطوع. مع. مع. سكون. سكون. لماذا مقطوع؟ لماذا اللام مقطوع؟ جاء. جاء في آخر الكلمة. جاء في آخر الكلمة، نعم، صح. ه. ما هو الكلمة؟ ما الكلمة؟ الكلمة. الكلمة. قل هو. هو، نعم، ذاك كلمة ثانية، صح.
هو كيف تكتب هو؟ ها مع ضم ها مع ضم موصول واو واو مقطوع مع فتحة نعم جاء أيضا نعم. في آخر كلمة ومن حروف المقطوع نعم وكلمة بعده هو الله الله كيف تكتب الله ألف واصل ألف واصل مقطوع لام صغيرة ما فيش لام صغيرة لام واصل أيضا لام واصل لام واصل نعم ما مقطوع أو موصول موصول لام مع مشدد فتح لام مع شد وفتحة أو لام مشدد أو لا لام لام مع شد وفتحة وفتح. أيوة وحرف بعد اللام ها مقطوع أو موصول مقطوع أيوة مع مع ضم جاء في آخر الكلمة في آخر الكلمة صح لكن الهاء من حروف الموصول أحد أيوة كيف تكتب أحد حمزة ألف حمزة ألف مقطوع مع فتحة صح حاء موصول مع فتحة دال مقطوع مع التنوين أين مع التنوين التنوين نون ساكن أحكام النون ساكن والتنوين أربعة الإقلاب والإظهار والإخفاء والإدغام عليكم أن تحفظوا بذلك الله الصمد الله الصمد ألف واصل ألف واصل مقطوع لام واصل موصول لام مع شد وفتحة موصول ها ها نعم مع ضمة مقطوع جاء في آخر الكلمة نعم الله الله شمسي أو قمري شمسي أو قمري الصمد شمسي أو قمري شمسي أو قمري الصمد قمري؟ لا إنجليزي إذا من يكلم الإنجليزية بعد اليوم لازم يدفع $5 إذا تتكلم إنجليزي يوب أتي $5 penalty for speaking English in the class soon telling you yeah take the English we would just laugh at English when you bring it here that's all we're not the $5 you can add it up and be a millionaire one day but I will remember inshallah to write down penalty for speaking English in the Arabic dialogue class is $5 so every time somebody speaks it I write $5 for how many years And I add up, I would count and say, so this is the amount that I'm going to come to the students at that time. They're all busy working in the astronomic system. Going to have to pay these fines for speaking the English. They won't have any problem, inshallah. Maybe they'll repay it in Jannah anyway. So, As-Samadu Shamsiyun.
الصمد شمسي ألف واصل لام واصل شمسي ألف واصل لام ساكن قمري الصمد ألف واصل مقطوع لام واصل موصول والصاد مشدد مع فتحة مشدد مع فتحة ميم موصول مع فتحة دال مقطوع مع ضمة جاء في آخر الكلمة والدال من حروف المقطوع الصمد لم لام موصول مع فتحة ميم مقطوع مع سكون جاء في آخر الكلمة يالد يالد يا موصول مع فتحة لام موصول مع كسرة دال مقطوع مع سكون جاء في آخر الكلمة ولم يولد واو مقطوع مع فتحة واو نفسه كلمة لم لام موصول مع فتحة ميم مقطوع مع سكون جاء في آخر الكلمة يولد يا موصول مع ضم واو مدود ومقطوع لام موصول مع فتحة دال مقطوع وجاء في آخر الكلمة أو دال الساكن جاء في آخر الكلمة ولم واو مقطوع مع فتحة لام موصول مع فتحة ميم مقطوع مع سكون يكن له يا اشرح يكن له اشرح يكن له كيف تكتب يكن له أنت يا ولد نعم يكن له يا يا موصول مع فتحة كاف موصول مع ضمة نون نون الساكن أيوة نون الساكن نعم لام موصول مع شدة وفتحة وحرف بعد اللام أو نعم ما دام اللام موصول لازم يكون حرف بعد اللام الحرف بعد اللام ه مقطوع أو موصول مقطوع مع أي حركة مع ضمة ما الحكم النون الساكن في هذه الآية ما الحكم النون الساكن في هذه الآية حكم التجويد النون الساكن في هذه الآية النون الساكن ما الحكم النون الساكن ما الحرف بعد النون الساكن ما هي الحرف بعد اللام اللام من أي حروف اللام من إخفاء أو اللام من إقلاب إدغام إذن النون الساكن كرروا النون الساكن هو إدغام لأن اللام جاء بعد النون الساكن من حروف ولام ولام نعم من حروف إدغام ما شاء الله ما شاء الله اشرح كفوا أحد وتقول لي ال كفوا أحد اشرح كفوا أحد كاف موصول مع ضمة ف موصول مع
نعم ضمة واو مقطوع مع فتحتين نعم كفوا أحد ألف مقطوع ما الحرف فوق الهمزة أو ما الحرف فوق الألف ما الحركة فوق الألف لا كيف تكتب أحد الكلمة أحد كيف تكتب أحد همزة ألف مقطوع ما فتحة حاء موصول مع فتحة ذال دال أيوة مقطوع مع ضمتين أو ضمة إذن ما الحكم التنوين كفوا أحد ما الحكم التنوين ما الحكم التنوين كفوا أحد إظهار لماذا إظهار همزة لماذا إظهارا باللغة العربية لماذا إظهارا كفوا أحد التنوين ما الحكم التنوين التنوين حكمه إظهارا لأن ألف أو همزة جاء بعد التنوين والألف وهمزة نعم من حروفه الحمد لله هكذا إذن